السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا آخر درس للوحدة الثانية. الدرس بعنوان النقل والمواصلات والتجارة في مصر. المقصود بالنقل والمواصلات إيه يا جماعة؟ النقل هو الانتقال من مكان إلى آخر بواسطة وسائل النقل، بري بقى، بحري، جوي، وتستخدم لنقل الأفراد أو السلع. يبقى النقل والمواصلات دي المقصود بيها الانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل، زي ما انت بتيجي من البيت للمدرسة، بتيجي عن طريق ايه؟ بتيجي عن طريق الباص أو بتيجي عن طريق الميكروباص. يبقى انت بتنتقل من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل، بري، بحري، جوي. طب وبتستخدم كلمة نقل دي لما الأفراد بيتنقلوا من مكان لمكان أو سلع بتتنقل من محافظة لمحافظة. أولا النقل. أنواع النقل في مصر: نقل واحد نقل بري، اتنين نقل مائي، تلاتة نقل جوي. يبقى أنواع النقل في مصر تلاتة: نقل بري، نقل مائي، نقل جوي. طب النقل البري عندنا منه كم نوع؟ عندنا طرق برية وعندنا سكك حديدية. النقل البري بتاعي عن طريق الطرق البرية والسكك الحديدية زي القطارات. الطرق البرية زي الباصات والميكروباصات. طيب النقل المائي عندنا نقل نهري اللي هو النقل اللي بيتم عن طريق نهر النيل، وعندي نقل بحري عن طريق البحرين الأحمر والمتوسط. والنقل الجوي ده عن طريق حاجة واحدة بس اللي هي المطارات. يبقى النقل ثلاث أنواع: بري، بحري، جوي. أسباب توفر كل أنواع النقل في مصر. ليه في مصر فيها كل الأنواع دي من وسائل النقل؟ بسبب واحد: موقع مصر متميز من قارات العالم القديم. موقع مصر المتميز دي خلاها يبقى عندها وسائل نقل متميزة وكثيرة ومتنوعة. يبقى موقع مصر المتميز من قارات العالم القديم اللي هم أسيا وأفريقيا وأوروبا ساعدها على توافر وتنوع وسائل النقل والمواصلات بها. تاني حاجة إن مصر بتطل على بحرين من أهم بحار العالم، هو البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبتربط بينهم قناة اسمها قناة السويس. تلاتة امتداد نهر النيل من الجنوب للشمال. امتداد نهر النيل من جنوب مصر إلى شمالها، يعني بطول مصر كلها نهر النيل موجود، فبالتالي بقى عندي وسائل نقل متنوعة زي النقل النهري وسهلة ورخيصة. أربعة استواء معظم سطح مصر. يبقى أسباب توفر كل أنواع النقل في مصر هم أربعة: موقع مصر متميز من قارات العالم، تمام، مصر بتطل على بحرين من أكبر بحار العالم وأهمهم زي الأحمر والمتوسط، امتداد نهر النيل من الجنوب إلى الشمال، وآخر حاجة استواء معظم سطح مصر. سطح مصر مستوي معتدل، مش كل تدرسه متعلق. واعتدال مناخ مصر طول العام، مناخنا معتدل فده يسهل لي التنقل من مكان الى اخر بسهولة. طب افرض انا كان عندي المناخ بتاعي امطار طول السنة، هقدر اتنقل براحتي وبسهولة؟ لا طبعا. طب لو انا كان عندي الحر، جو حر جدا لكن انا عند خط الاستواء كده من كتر الحرارة، هتقدر تشتغل وتتابع وتخرج وتسافر وتنقل من مكان لمكان؟ طبعا. اولا النقل البري. السكك الحديديه في النقل البري: مصر تاني دول العالم انشاء السكك الحديديه بعد بريطانيا. يبقى مصر تاني دول العالم انشاء السكك الحديديه بعد بريطانيا. اقيم اول خط سكه حديد بمصر بين القاهره واسكندريه. يبقى أنا عندي أول خط سكة حديد في مصر أقيم بين مين؟ القاهرة والإسكندرية. ونقول إن مصر تاني دولة في العالم إنشاء السكك الحديدية بعد بريطانيا. مترو الأنفاق. مصر أولى دول العربية والإفريقية التي أقامت مترو الأنفاق اللي بيربط بين محافظات مصر الكبرى. تعرفين محافظات القاهرة الكبرى اللي هي إيه؟
اللي هي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. طب مترو الأنفاق بيربط بين الثلاث محافظات دول، القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، سميناهم احنا محافظات القاهرة الكبرى. طيب يبقى مصر أولى الدول العربية التي أقامت مترو الأنفاق. مصر تاني الدول العربية ايه؟ مصر تاني الدول العربية مالها إقامة للإيه؟ للسكك الحديدية. مصر أنشأت وأقامت السكك الحديدية، كانت تاني دولة وأول دولة في الدول العربية إنشاء لمترو الأنفاق. يلا الطرق البرية. توجد في مصر طرق ذات مواصفات دولية زي إيه؟ زي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الصعيد الصحراوي. مصر عندها أكبر شبكة من الطرق على مستوى العالم بإقرار مين؟ بإقرار منظمات وإيه؟ ومواصفات دولية. يبقى مصر فيها طرق ذات مواصفات دولية زي إيه؟ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الصعيد الصحراوي. دي كلها طرق بتكلم عنها طرق إيه؟ برية. كما ساهمت في نقل الأفراد والبضائع من مكان لآخر، يبقى الطرق البرية ساهمت في نقل الأفراد والبضائع من مكان لآخر بكل سهولة. طيب نيجي لسؤالنا ونشوف. أكمل من أنواع النقل في مصر إيه وإيه وإيه؟ بري، بحري، جوي. طيب أكمل، يمتاز مناخ مصر بإيه طول العام ويتميز سطحها بإيه؟ مناخ مصر يتميز بأنه معتدل طول العام وسطحها يتميز بأنه هو إيه؟ مستوي. يبقى الاعتدال والاستواء. دي كده الطرق البرية. ثانيا النقل المائي. يعني إيه النقل البحري؟ هو أرخص وسائل النقل ولكنه وسيلة نقل بطيئة. يبقى النقل البحري ده والمائي ده أرخص وسائل النقل لكنها وسيلة نقل بطيئة. شوف السفن. بيتم النقل البحري عن طريق مواني مصر على السواحل البحار اللي هو البحر الأحمر المتوسط وعلى إيه؟ عند قناة السويس. يبقى النقل البحري هو أرخص أنواع النقل لكنه وسيلة نقل بطيئة، بيتم عن طريق مواني مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس. بيتم من خلال هذه المواني تصدير واستيراد السلع. النقل النهري يستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم ثقيلة الوزن. يبقى النقل النهري بينقل البضائع كبيرة الحجم ثقيلة الوزن. تصعب الملاحة النهرية في مصر ليه؟ ما اقدرش انقل واعمل ملاحة نهرية في مصر ليه؟ بسبب السدود والقناطر اللي على طول مجرى النهر. يبقى يصعب الملاحة النهرية في مصر عشان انا عندي سدود وقناطر بتعوق الملاحة. اهم المواني والممرات البحرية المصرية زي ميناء الاسكندرية، وده أكثر المواني المصرية أهمية ليه؟ لأنه يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدماً. يبقى ميناء الأسكندرية هو اللي بيطل على البحر المتوسط. طب هو مهم أوي كده ليه؟ لأنه يقع في مواجهة، يعني هو قصاده أكثر دول مناطق العالم تقدماً. طبعاً هو قصدهم بإيه؟ بالدول الأوروبية. يبقى اللي قصادنا عشان احنا البحر المتوسط بيطل عليه قارتين، افريقيا واوروبا. فميناء الاسكندريه يطل ويقع في مواجهه اكثر مناطق العالم تقدم، فعشان كده هو من اهم المواني. اتنين ميناء دمياط. تم انشاء ميناء دمياط لتخفيف الضغط على ميناء الاسكندريه. ثالثا مواني البحر الاحمر، ودي تقل أهمية المواني عن البحر الأحمر ليه؟ بسبب اقتراب الجبال من الساحل، وكمان بسبب وجود شعاب مرجانية.
يبقى تقل أهمية المواني على البحر الأحمر بسبب اقتراب الجبال من الساحل وبسبب وجود الشعاب المرجانية. رابعا وأخيرا قناة السويس. قناة السويس هي ممر ملاحي هام بيربط بين أهم بحرين في العالم، الأحمر والمتوسط. طيب قناة السويس لما بتربط بينهم بينقل البترول الخليج والمنتجات الأخرى إلى العالم كله، يبقى ممر ملاحي هام يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط شمالا لنقل بترول دول الخليج إلى العالم كله. ثالثا النقل الجوي، يعتبر أسرع وسائل النقل ومن أكثرها انتشارا ويتخطى بها المرتفعات والجبال. يبقى النقل الجوي اللي هو بالطيارات هو أسرع وسائل النقل، وهو كمان واسع الانتشار، بيتخطى النقل الجوي أو تتخطى الطائرات المرتفعات والجبال، يعني ما عندهاش عوائق تعيقها. عشان كده النقل الجوي من أغلى أنواع النقل في العالم، فبيتنقلش في النقل الجوي غير الأشياء والمنتجات باهظة الثمن. يبقى لا ينقل البضائع في النقل الجوي إلى المنتجات باهظة الثمن. ثانيا التجارة. يعني إيه التجارة؟ هي عملية البيع والشراء من مكان لآخر، سواء كان داخل دولة أو خارجها. التجارة هي عملية البيع والشراء، عايز دي هات فلوس، خد دي خد فلوس كده. التجارة عملية البيع والشراء وانتقال السلع من مكان لآخر، سواء كان بقى داخل الدولة أو كان خارجها. طيب أنا عندي تجارة نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. طيب التجارة الداخلية أهدافها إيه؟ هدفي منها إن أنقل المواد الخام من مناطق الإنتاج إلى المصنع، وأنقل المنتجات اللي طلعتها من المصنع إلى الاستهلاك. يبقى أنا بعمل تجارة داخلية ليه؟ عشان أخد الحديد الخام اللي في الصحراء أو في الواحات البحرية أنقله للمصنع. المصنع ده فين؟ المصنع ده حديد وصلب الحلوين، دي كده أول نقل. طيب خلاص أنتجت الحديد والصلب اللي في حلوين وأنتجت الحديد بتاعي، تيجي مرحلة تانية للتجارة اللي هي إيه؟ أخد المنتج وأنقله إلى الاستهلاك أو مناطق السوق، أخد الحديد ده أبيعه بقى في مناطق السوق مناطق الاستهلاك للي محتاجه. ده بالنسبة للتجارة الداخلية. طيب أهداف التجارة الخارجية إيه؟ أنا عندي كثير من الأهداف. أنا بتاجر مع الدول اللي برا عشان أصدر الفايض بتاعي. أنا عندي منتجات فايضة عن اللزوم فبصدرها واخد فلوس أشتري بها الحاجة اللي ناقصاني. يبقى أهداف التجارة الخارجية تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي. كمان التجارة الخارجية هتوفر لي المزيد من فرص العمل للشباب. كمان هتسد حاجة السكان من الغذاء. ازاي ايه؟ عن طريق الاستيراد. زي ما انا صدرت وانا مش عندي معادن كتيرة خلاص صدرتها، زي ما انا هستورد حاجات مش عندي. فاهداف التجارة الخارجية اصدر الفايض، اوفر فرص عمل، اسد احتياجات السكان من الغذاء زي الاستيراد، اخر حاجة الوسائل التكنولوجية. التجارة الخارجية هدفها التعلم واستيراد الآلات التكنولوجية الحديثة. طب تعمل مصر على تنمية التجارة الخارجية عن طريق مصر عايزة تنمي التجارة الخارجية دي، بس تنميها ازاي؟ تعمل ايه؟ اول حاجة عملت وعقدت اتفاقيات اقتصادية مع الدول الاخرى. يبقى مصر عشان تنمي التجارة بتاعتها عقدت اتفاقيات اقتصادية مع الدول الأخرى. كمان قامت بالمشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية، يعني عندي جمعيات وتجمعات اقتصادية كبيرة، دول مع بعضها اتفقت، مثلا 7 دول اتفقوا احنا يا جماعة هنتصدر ونتاجر مع بعض، الفايل عندي هديهولك وانت هتديني الحاجة اللي انا محتاجها والعكس.
طيب مصر عملت ايه؟ اشتركت في الجمعيات الاقتصادية دي زي تجمع اسم الكوميسا، وده تجمع افريقي بيضم دول شرق وشمال افريقيا. يبقى المشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية من اشهرهم تجمع الكوميسا، وده تجمع لدول افريقيا من حوالي 20 دولة. طيب اخر حاجة مصر بتعملها عشان تنمي التجارة الخارجية بتاعتها تحسين المنتجات الصناعية المصرية. لما انا احسن المنتج بتاعي هقدر اسوقه وابيعه. طيب انا دلوقتي انتجت قلم عفن جدا وبايظ جدا وكل شوية اقطع وكل شوية يتكسر، انا هعرف اصدره؟ لا طبعا، ومش هاخده حاجة بايظة. طب لو انا اهتميت بالصناعة عندي واهتميت بمنتجاتي وطلعت قلم بيرفكت وقلم حلو وشكله حلو وبيكتب على طول وخطه جميل، يبقى انا كده بسوق وبحسن المنتجات بتاعتي عشان انمي التجارة الخارجية. بما تفسر قلة اهمية مواني البحر الاحمر. ليه مواني البحر الاحمر مش مهمة؟ عشان ايه؟ نظرا لوجود ايه؟ بسبب اقتراب الجبال من الساحل ووجود الشعاب المرجانية. يبقى ليه سواحل البحر الأحمر مش مهمة؟ عشان عندي جبال البحر الأحمر على طول الساحل، وكمان عندي الشعاب المرجانية التي تعيق السفن التجارية. طب أهمية التجارة الخارجية بالنسبة لمصر إيه؟ التجارة الخارجية دي مهمة لنا ليه؟ بتعمل لي واحد، بتوفر لي النقد الأجنبي. اتنين، بتوفر لي فرص عمل للشباب. 3، بتسد احتياجات السكان عن طريق الاستيراد. وبهنا خلصنا درسنا الوحدة، آخر درس في الوحدة الثانية، وإن شاء الله نراكم في الوحدة الثالثة قريبا. بس قبل كده يلا نحل أسئلتنا ونشوف الأسئلتنا الجديدة عاملة ازاي. معنا أول لعبة من الأسئلة بتاعتنا ونشوف. الهدف من إقامة طرق جديدة في مصر هو تسهيل حركة التجارة، صح ولا غلط؟ أنا بعمل طرق جديدة عشان أسهل حركة التجارة بتاعتي، صح ولا غلط؟ طبعا صح. السؤال الثاني بيقول تقع مصر بين قارات العالم الجديد؟ تقع مصر بين قارات العالم الجديد؟ غلط، تقع مصر بين قارات العالم القديم، آسيا وإفريقيا وأوروبا. آخر سؤال معانا، صح وغلط، يعوق الملاحة النهرية في مصر وجود سد وقناطر على طول المجرى؟ اللي بيعوق السفن وجود سد وقناطر؟ أيوة طبعا. نرجع للسؤال الثاني بسؤال جديد ونقول يعد النقل ايه ارخص انواع النقل؟ النقل المائي من ارخص انواع النقل، ويستخدم في نقل البضائع الثقيلة. تمام. وسؤال جديد، مصر ايه دولة عربية افريقية اقامت مترو الانفاق؟ مصر تحتل او اولى الدول ولا رابع الدول ولا سابع الدول ولا ثاني دولة عربية افريقية اقامت مترو الانفاق؟ مصر اولى الدول العربية التي اقامت مترو الانفاق تربط بين محافظات. سؤال تاني، من أنواع النقل في مصر بري، بحري، جوي، كل ما سبق. يبقى أنواع النقل عندي بري أيوة، وبحري أيوة، وجوي أيوة، يبقى كل ما سبق. شوف الإجابة. ومن هنا انتهى أسئلتنا يا حبايبي، وإن شاء الله أشوفكم في الدرس الثالث والوحدة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.